live on a son's playground. Here, everyone gets what they want. What power is it in our sinew and mind that will not die, that keeps us shopping for the perfect dress? We have all heard the flute player and keep dancing toward him. Hafiz, you have seen the flute player and cannot help but whirl. تميلت أجساد وتمازجت على المسرح بطريقة رومانسية ومليئة بالمشاعر. 18 شاب وصبي مبتدئين من لبنان دخلوا إلى عالم الرقص التعبيري وأطلوا لأول مرة على خشبة مسرح ذا بالاس بالحمراء بعد ما أعطيت لهم فرصة التعبير عن مواهبهم الفنية من خلال شركة أر ستارز والإعلامية رانيا برغوت. القضية تبعيتنا هي الشباب اللبناني والشباب المقيم العربي المقيم بلبنان، نقدم لهم مسرح أو خشبة أو أرضية ليقدروا يبين مواهبهم، تبين قدراتهم. واليوم أول عرض لتلاميذ أول مرة بيجتمعوا مع بعضهم. اسم العرض The In Between. The In Between هو ما قبل المسرحية الكبيرة اللي حنعملها اللي اسمها إزميرالدا. اليوم بس عرض راقص مختصر عن المسرحية الكبيرة. بتمنى من كل قلبي إنه الناس تحبه وتشوف هالشباب ويأمنوا بقدرتهم مثل ما أنا مأمنة فيهم. سوريالي بجسد مشاهد من مسرحية إزميرالدا لأحد بنوتردام قدموه الشباب الموهوبين على إيقاع الأغاني الصوفية، وهالعمل من إخراج المخرج الغجري سيانا شارب وبيطرح الصراع ما بين الواقع والحلم. ما حدا في يوصل مطرح لحاله، فوقت كلنا هيك مع كل واحد مع كاركتيره مع السكيل تبعه فينا نتجمع ونعمل شيء. عم بلعب دور الوارير بالفايت بالمسرحيه والفاير ستاف دانسر، وحازيد كمان الكابويرا which is the martial art اللي انا بتمرنه. ممكن هيدي من اول الفرص اللي بتسمح لنا نطلع على المسرح بكل شيء نحن بنملكه. فعلا يعني الجمهور المفروض بفتكر بيقدر هذا الموضوع، بس المسارح حتى ما كثير عم تفتح مساحه لنا. الحلو انه نحن مجموعه عالم، انه for us this is something بنحب نعمله لنتسلى. كتجربه مسرحيه كانت اول مره واتس سو اكسايتنج، يعني كمان كثير تعلمنا قصص، تعلمنا حركات، تعرفنا على العالم، تعرفنا على جروب مهضوم. شيء جديد واكسبيرينس كثير حلوه وجديده. متحمسه اكيد لان لاول مره بشتغل مع تيم هالقد عنده تالنت. احنا عم نشتغل اليوم كجيبسيز، ادوار كمان عم كون بريدج بين الفيمينيزم والماسكولينيتي، هول قصص كمان اشياء كثير ارتستيك. العمل المسرحي هو خطوة أولى بحياة هالشباب، ولكن ثابتة استعرضوا من خلال مواهب أحلام وأفكار وطبقت على خشبة المسرح بحضور جمهور كبير انبهر بأداء وسفأل. نشجع كل شيء لبناني ولا بالعكس عندنا مواهب مثلنا مثل دول الغرب. يعني بالاجمال اذا في عنده الواحد مواهب المفروض يعبر عنها بكل الاحيان وكل الاحوال. انا بنتي اخذت دور هون، بقى كانت ناطره هيك فرصه لحتى تقدر
تعبر شوي عن مواهبها. وخطوة كتير إيجابية وإن شاء الله تكتر هالمسارح وشجعوا الشباب حتى أتليس يعطون فرص شي جديد وهيك بيفجروا طاقاتهم حلوة.